السنة الشتوية طولت، وإذا فكركم ارتحتوا، إيه لا، ما ترتاحوا كتير، لأن جايكم شهر مليان شتي، بس هالمرة بدل المي رح بتشت عليكم هدايا وجوايز قيمة. مش بس هيك، ضيوف تحبون رح بتشوفون لأول مرة بطريقة جديدة، وإنت وإنتي رح تتحدوا حالكم وتكونوا قدها. طيلة شهر رمضان المبارك، معي أنا محمد قيس على الانتي بي. وضيفة الحلقة النايبة بولا يعوبيان، انت قدى يومياً طيلة شهر رمضان الكريم الساعة 6 المساء على الانتي بي.